إذاعة سلطنة عمان. يا همة المجد قد سارت مواكبها في سابحات مع الطوفان كالنون، ويا أساطيل فلك ساقها قدر تسري الحضارات في شتى الميادين، ويا قلاعا سرت بالنور تنشره عبر المحيطات من مصر إلى الصين، تمضي سراعا خفافا دون ما أود كالقيد يخطرن في رفق وفي لين. الصواري كان لها أسطول كبير معروف من السفن العمانية بأنواعها المختلفة. الصواري الكتاب كان يتناول قضية التاريخ الملاحي، سيرة النواخذة، صناع السفن والوساتيد، صناعة السفينة وكيفيتها. الصواري بدأنا هلا مع السمك بدن، نعم. حتى السناوية السناديق النوع هذا اللي الحين موجود، نعم. قليل مشي معنا، نعم. بدأنا هواري، نعم. مع السمك، نعم. وبعدين دخلنا في الأبوام، نعم. عمل الأبوام كبار، نعم. يعني كان البدن قبل أول شيء بدأته بالبدن، بدن، نعم. الصواري إعداد وتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. إخراج حبيب بن عبد الله حبيب. الصواري بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج صواري الذي يتحدث عن التاريخ البحر العماني المجيد من جميع جوانبه التاريخية والأثرية والثقافية والأدبية وغيرها. ونلتقي اليوم مع الدكتور سعيد محمد الهاشمي، أستاذ مشارك في التاريخ الحديث كلية الآداب بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك دكتور، نتشرف اليوم باللقاء معك في برنامجنا. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. في البداية كذا نعرف دور يعني أهم الموانئ العمانية ودورها في المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يدرك الكثيرين على أن السواحل العمانية كبيرة، سواء المشرفة على الخليج العربي أو على بحر عمان أو على بحر العربي والمحيط الهندي، وهي مكشوفة على سواحل طويلة تتجاوز 2000 كيلومتر. هذه السواحل قامت فيها مدن وكبيرة وقرى، سواء سميناها مدينة أو سميناها بندر أو سميناها ميناء، لكن تختلف من مكانة كل مدينة وقرية حسب أهميتها، حسب الموارد التي تأتيها هذه القرية أو المدينة. ولذلك لما نذكر في التاريخ نذكر دبا، نذكر خورفكان، نذكر صحار، نذكر أيضا مسقط وقريات وقلهات وصور ومرباط وغيرها من هذه المدن الساحلية التي ترسى عليها السفن أو تتزود منها السفن،
سواء قلنا مرباط وقلنا خور روري أيضا الذي كان له الشهرة في تجارة اللبان البحرية أو البرية. دكتور، المواني هذه الآن لاحظ أن مثلا في التاريخ العماني يعني الطويل أن في مواني معينة ظهرت في فترة معينة اختفت، يعني نعم، يعني مثلا ميناء روري لفترة معينة من التاريخ، ميناء صحار، ميناء مسقط، ميناء صور، هذه الميناء مثل خروري ظهرت عليها مربات وظهرت عليها البليد حسب الدولة أو حسب الحاكم الذي يدير الحكم في هذه المناطق. صور ظهرت حينما سقطت قلهات بزلزال، ولذلك الناس انتقلت منها فظهرت ميناء صور بها. المكتشفات الحديثة الموجودة في رأس الجنز وفي خور رأس الحد وغيرها من الساحل الشرقي من جعلان، فكشفت أشياء كثيرة يعني الأثرية، وهذا الدلالة على أن علاقتنا بالخارج علاقة جيدة وعلاقة تبادل يعني مصالح. نعم، يعني لما تظهر لنا صحار ثم تختفي صحار في القرن الرابع عشر الذين يكتبون في القرن الرابع الهجري، وتشتهر يعني الصحار إلى القرن الرابع ثم تندثر، وكانت من أكبر المواني في يعني تكون من أهم المواني فيها، كان في الجاهلية فيها أسواق، سواء من أسواق العرب الشهيرة وأسواق العرب نحن اليوم يعني يمكن نقول مثل المعارض، يقول مع معرض مسقط، معرض يعني الرياض، معرض الكويت، معرض هذه اللي تقام فيها. نحن زمان يقولوا هذه السوق كذا، يقولوا لها أيام معينة والناس تلف عليها في الجزيرة العربية، تخرج من هنا إلى أماكن مختلفة حتى ترجع إلى سوق عكاظ في مواسم الحج. ولهذا يعني كان الصناعات لما نقول نحن والرواية المشهورة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كفل في ثلاثة أثواب صحارية، بمعنى أن هذا كان عندهم إنتاج متقدم يعني ويوصل إلى الجزيرة، وإحنا تابعنا وجدنا كثير من الصحابة كان عند الذي عنده قميص والذي عنده إزار والذي عنده هذا صحاري، وكان هذه المصانع الغزلية الموجودة في الصحراء كان لها شهرة وأيضا جودة الصناعة يعني وجودة ما ينتشر ما يذكر، لا يمكن أن تذكر يعني حتى وقتنا الحاضر. يعني لما نقول نحن الوادي بن خالد مثلا، نحن نعرف أن زمان وادي بن خالد هي الذي تعمل الوزرة الرجالية جميلة، ثم يأتي مناطق الأخرى يعني أيضا فيها سمايل وغير من هذه الأشياء، يعني ما تأتي الشهر إلا جودة العمل، جودة يعني الأشخاص المهرة الموجودين في المنطقة. لهذا فإن هذه الشهرة التي تأتي من جودة الإنتاج وكثرة الإنتاج، ويعني وأشاروا لنا المؤرخين القدامى على أن هناك بيوت للإيجار على شكل يعني فنادق، اليوم بنقول نحن الفنادق، وعلى شقق على شكل شقق، وكان عدد كثير منها، وكان يجتمعوا في صحار عدد كثير من الناس الذين هم في هذه المناطق. جلفار مثلا الذي شبه اختفت إلى أجزاء يعني الطلاع الذي اللي يسموه بعد ذلك في وقتنا الحاضر سماها رأس الخيمة، ثم أصبحت إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كان أيضا لها شهرة ولها رجالها ويعني لها صناعاتها لها أماكنها. لما ينتشر الخبر ويوصل إلى اليونان ويخبر الأخبار هذه ويذكروا كلمة عمانة أو عمان، يعني عملية يعني التحريف يحدث، مش التحريف النطق، يعني نحن نقول عمان فيكتبوا لنا أمان حتى باللغة الإنجليزية ونحن نكتبها أمان، فإذا كان هناك ميناء يسمى أمانة في اليونان يذكر مؤرخين اليونان بهذه الطريقة، فهذا تقدم. بصرف النظر نحن ما ندور مدينة اسمها عمانة، لا، يعني نحن يعني لما تخرج خالد تقول احنا من سلطنة عمان،
يعني سلطان عمان بيقول يعني المتخصص يريد يخصصك بيقول من هم سلطان عمان، بيقول انا من صور، انا من نزوة، انا من كذا وكذا، يعتبر بعد ذلك. والذي يريد يزيد يقول لك انت من نزوة من هين، انت من صور من هين منطقة، يعطيك تخصص. لكن يعني الحام بالخالي يكون اسم عمان، بس اسم كان القديم أمانة، هذه فترة من زمن اليونان، فترة معينة يعني في القرن الأول الهجري والثاني الهجري، لكن فيها أسماء. يعني الذين يطلقوا عليها الأسماء الجديدة، يعني الآن وقتنا الحاضر اسمها سلطنة عمان. يعني الآن يعني لذلك كنت تقولوا في الـ في الـ في الإذاعة، إذاعة سلطنة عمان، تلفزيون سلطنة عمان، علم سلطنة عمان، وهكذا. لأن العمان يشمل أكثر عن المساحة الذي موجودين عليها كاسم عمان يعني. دكتور، بالنسبة للعلاقات البحرية العمانية، أنت قمت ببعض الأبحاث في هذا المجال، يعني علاقات البحرية العمانية مع الصين، مع الهند، مع شرق أفريقيا، فجيت تعطي فكرة السادة المستمعين. العمانيين يعني أول ما ورد لنا، أولا ما يخلى بيت عماني من الأواني الصينية، الخزفية الصينية. من الأزل، ولذلك حتى وجد في من سنوات قديمة، ولذلك نحن نسميها الصين، نحن التسمية تسميها العربي الصين، وهم يسموها تشاينا، يعني الفرقية الاسم كثير. أبو عبيدة عبد الله الصغير الذي ورد أنه ذهب إلى الصين في القرن الثاني، في منتصف القرن الثاني الهجري، يعني ألف سنة 152-55، يعني في الفترة هذه. كان أول شخصية الذي وصلت إلى الصين. وكان تاجرا ورجع. وبعد ذلك توالت يعني الوفود التي تخرج سواء من صحار أو من صلالة، منطقة صلالة يعني ظفار، منطقة ظفار، ومن مسقط. ولذلك المصطلح كلمة عمان، كلمة صحار، كلمة مسقط، كلمة يعني الظفار، هذا موجود في اللغة الصينية. ولذلك وجدت على الكتاب الذين كتبوا في التاريخ الصيني، أشاروا لهذه وكونوا لهم حي من الأحياء الكبيرة، وظلوا هناك تجارة مشهورة معروفة. نحن نجيب الحرير، يعني أيضا يعني عمان كان أو عمان بموانيها المختلفة. نحن ما نريد حتى نحدد فترة زمنية، نعرف أن في منتصف القرن يعني في فترة يعني فترة كان متخصصة بعض المواني، وأهمها قلهات كان متخصصة بتجارة الخيول. هذا مهمتها يعني تجارة الخيول. يعني شفنا نحن في الجنوب سواء خروري أو غيره كان متخصص في تجارة اللبان. كان مسقط وصحار والمناطق هذه متخصص في تجارة البسور يعني والليمون وهكذا حتى في العصر الحديث يعني. إذن هناك تخصص حتى يعني حسب المواني الذي تصدر من هذه النتائج. في نفس الوقت نحن الذي جينا من 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 منطقة بلاد فارس، من الخليج العربي، من مناطق تركيا عن طريق البحر، عن طريق الخليج العربي، أو عن طريق اللي إذا كان طريق جدة أيضا، يعني كثير من المواني من السفن يعني اليمنية غير مشهورة كثيرة توصل إلى المناطق، وصلت فيما بعد متأخر بوقت متأخر إلى إندونيسيا وغيره، لكن ما وجدنا حد وجدوا إنه وصلوا إلى الصين. بعد ذلك وصلوا بعض من مناطق الخليج العربي، الجهة الشرقية من الخليج العربي، لكن هم مختلطين بين يعني الجنس العرق الفارسي والقرش العربي، لكن وجدنا أيضا موجودهم في الصين. وتجارة يعني العاج الشهير الذي يأتوه عمانيين من أفريقيا ثم يصدر يعاد تصديره من جديد، لأن عملية الاستهلاك في عمان ما بكثيرة، فيعاد تصديره مباشرة إلى الصين. لما صار إشكالية في فترة من الفترات التالية، صار إشكالية في الصين وقام ثورات وكذا كذا، انتقلوا إلى الصينيين والتجار الصينيين، والتجار ذا كانوا يتبادلوا في وقتنا الحاضر. إحنا ما نقول يوغا يعني سنغافورة، لكن هناك مواني صغيرة كان التبادل التجاري في هذه المدينة. سفنها توصل في فترة من فترات التاريخ
تصل إلى هنا أو إلى المنطقة هذه، والصينيين أيضا يأتوا، لكن الكثير من يعني بالدلالة المسلمين الموجودين في الفلبين، الموجودين في اليابان، الموجودين في الصين نفسهم، يعني حتى ثقافتهم. يعني كان عندنا ندوة، أقمنا ندوة هنا وزارة التربية والتعليم المتمثلة في اللجنة الوطنية، أقاموا ندوة كبيرة عن علاقتنا بالصين، وكنت أنا من الذين حضروا، حتى إن يعني كتبت هذه الندوة وصدرت، ولي أيضا أنا مقدمة من 8 أوراق حول العلاقة، الكتاب يعني نشر، يعني كتيب في حدود 80 صفحة عن العلاقة، لكن دخل في تخصص كثير دقيق، لأن الشخص الذي كتب من السودان لكن عاش في الصين، يتكلم اللغة الصينية، رجل مؤرخ مهتم بالتراث العربي الموجود في بلاد يعني في 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 الصين، اهتم بالمساجد وغيرها، وحاول يعمل نوع من المقارنات الموجودة في عمان والموجودة في 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 الصين، وأنها هذه أكثر العلاقة. لذلك حتى إن في بعض الروايات الذين ذهبوا إلى المنطقة ورأوا الصلاة من كان يصلي بهم، يعني هو واستغرب ماشي خلاف الذين يكفتوا في الصلاة أو الذين يسبلوا في الصلاة. ولذلك الذي يعني المؤرخ الذي ذهبنا وكتب هذه الروايات كان قد استغرب كيف يكون وحن وقتنا حن في القرن الرابع والقرن الخامس الهجري، كان خلاف كثير بين المذاهب، المذاهب كلها كان ذيك الأيام تشكل المذاهب الإسلامية الموجود فيه، فهذا لا يصلي مع هذا، لما لكن لو الشخص راح يصير نجي الناس اللي كلها تصلي إماما واحد، فيعني شده المظهر، يقول لا ما مختلفين ولا كذا كذا موجودين، بصرف النظر من هين جايين وهم من الخليج العربي يعني، وعندهم روايات كثيرة وجايبين أسماء معينة إنهم وصلهم الإسلام عن طريق في زمن الصحابة وأسماء الخلفاء الراشدين، لكن عمان كان الحلقة، الحلقة هي التي يعني ربطت بين المنطقة، وقليل من الخليج العربي كان يوصلون في وقت متأخرة الذي حدث، لكن في مدن معينة دكتور هناك في الصين معروفة كانتون هي المدينة التي كان متركزين فيها مركز المرة نجي تفاصيل، لو جبنا تفاصيل بناخذ وقت زيادة وساعات الذي بتتكلم عنها، لأن فيها تفاصيل وفيها الصين يعني اندثر وتقدم كثير من العمانيين ويريدوا يخدموا الصور الصين، يعني جزء من يعني من صور المدينة، ولهم حكامهم ولهم قواعدهم ولهم يعني إمارة داخل دولة بمعنى وقتنا اليوم، ويعني وكوفي هذا العماني أيضا مش عبد الله، فيه شخصية أخرى عبد الله ربما اطلقوا عليه عبد الله الصحاري أو كذا في وقت متأخر، لأنه يعني جو هنا وقدموا حضروا هدايا، وهدايا نقلت من هنا إلى الملوك إلى الإمبراطور الصيني، وأتوا أيضا بهدايا موجودة ومشهورة إلى 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 حاكم مسقط وحاكم صحار وحاكم ظفار، كل هذه مدونة وكاتبينها ونشرت حتى في عمان، نشرت كثير من المحاضرات الذي مؤرخين الصينيين الذين أيضا أتوا إلى عمان أو استدعوا من عمان وألقوا ما عندهم من كتابات عن عمان في سجلات الصينية. دكتور أيضا بنتكلم عن يعني من أيضا ضمن البحوث المهمة اللي عملت دكتور اللي السهامات العمانية البحرية في طريق الحرير، هذه كانت هذا يعني البحث كان يعني أنا يعني يعني عديت هذا البحث اللي قدمت فيه عن ندوة يعني ندوة تاريخ الحرير أو شيء من هذا القبيل في لبنان، واستعرضت في هذا البحث ما هي الأشياء التي قدمت، ماذا نقدم حتى يعني، ولذلك لم تظهر المدينة صغيرة هنا وهناك، نسأل لماذا المدينة هذه صغيرة، أنت تخرج من مسقط وأنت رايح إلى الشرقية بتعدي على 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 هذا الساحل عدد كثير من القرى، وقرى أحيانا ما تدخل من البر، يعني البر ما يمكن عن طريق البحر، لماذا هذه القرية غالية، ونذكر يعني سواء نقلها قريات أو نذكر يعني ضباب في المناطق هذه ومناطق الأخرى المستمرة وطيوي، وحتى نصل إلى قلهات، كل هذه لابد يعني أولا لأنهم اشتغلوا على البحر
يعني إذا كان طيوي بقت وقتنا الحاضر ومزدهرة بفضل وادي شاب وجود فيها مياه العذبة، كان السفن تقف على البحر وتتجهز بالمياه الموجودة هنا، وهذه يعني ما يمكنهم ينزلوا من سفينتهم هنا، لابد أن يأتي ناس جالسين على البحر يستقبلوهم يعملوا في هذا المجال، يعدوا لهم إما أن يأتون بالفحم أو يعيدون بالأكل مثلا اللحوم، لأن ذاك على البحر ما كل ساعة بيأكل لك يعني سمك وهو في طريقه، فيستعدوا يأخذوا ماشية سواء يذبحوا لهم إياها أو يخلوهم عندهم يأخذوا، يعني إذا كان هم يريدوا يأخذوا الماشية ثنتين ثلاث أربع، يحتاجوا إلى تغذية هذه الأشياء، يحتاجوا إلى حطب، قلنا كما حنا قلنا فحم، وقلنا يعني فحم بمعنى بلغتنا العماني الصخام يعني الذي نقصده الذي هم يستطيعوا الوقود به، يأخذوا المياه في جر في الوقت ذاك ماذا يدفعون؟ يعني النقود، إما أن يدفعون نقودا أو يدفعون سلع أخرى مختلفة كالملابس مقايضة، أما مقايضة كالرز مثلا، نحن نعطيهم التمور، يعني نحن نعطيهم التمور الموجود المتوفرة وأكثرها البسور، نحن يعني والليمون هم الذي يريدون الموز أيضا، بعض الفيفاي بعض الأشياء هذه نحن تتبعت هذه الأشياء التي نحن إن كلنا إيش نصدرها، السكر كان موجود، لذلك شيء قريب لما يقول السكر يعني إحدى يعني القناصر البريطاني مايلز يكتب في رحلة دخل إلى الشرقية ودخل إلى الداخلية وكذا، واللي جاء إن يعني العود القصب السكر يرتفع أكثر من يعني 20 أو 30 متر في ظنه، هذا فيه خصب معناه، والداخلية مشهورة يعني عصروا يعني السكر واستنتاج السكر هذه هي موجودة، فإذا زاد معنا قالوا الدقيق هذا البر، بعض الذين هم الذين في مطرح في مسقط الذين يخذون يقولوا البر ويقول الدقيق أيضا يصدر إلى الخارج، فعمنا زايد على المنطقة. هذا الذي أعددنا نحن السفن الموجودة هنا يعني كمساعدة السفن الغارقة المنتشرة في الصناعة في مناطق سواء أكثرها صحار وصور والمناطق هذه شهرة لها السفن العمانية، وكان الذي تعمل بعد ذلك لما جاءوا البرتغاليين وجاءوا بسفنهم يعني الأوروبية يجددوا العمانيين السفن وبنوا السفن على نقيض على شبيه من نوعية الاستخدام، يعني ما كان العمانيين يستخدمون المسامير كان يستخدمون القطن ويستخدمون فيها الزيت الزيتون والحطب الثاني يعني في يعني إغلاق يعني الإغلاق المسامات يعني، ويعملوا الصل هنعرفه يعني لحقنا عليه حتى الصل هذا علشان إيش يمرخوا السفينة، وهذا يوم يأو الأوروبيين يأو عندهم مسامير وكذا وكذا، فالعمانيين بدأت تعمل بالمسامير، المسامير ما غريبين على العمانيين لأن المسامير العمانيين يعملون في الأبواب يعني ما حد يقول ما شيء عنده مسامير، عندنا مسامير وعندنا مصانع وعندنا يقصوا الحديد موجود كان يقصوا الحديد من مناطق عارفينهم، والنحاس موجود وكان الناس تخرج وهذا في تاريخنا موجود يعني كل هذه المعدات الذي من حبال وغيره كل شيء هذا يعد على البحر على المنوال وتقدم إليه الذي يريد يشتري من هذه بالبضاعة التي موجودة، وانت تعرف ان المايح يعني ياخذ فيها مناطق مالحه ومناطق غير مالحه، فيستفيدوا من المياه هذه من البحار يعدوا، لان السفن ما عابرات بحار مثل اليوم، كان سفن بسيطه وما تتعدى على يعني على مرمى البصر يعني مثلا 5 كيلو، ما تتعدى عن 5 كيلو، دائما يعني السفن ما تاتي وسط البحر، تاتي قريبه من البحر وهو تابعين البحر، والبحر له علامات يعني كما ذكر ابن رزيق وابن ماجد وفصلها في كتب الفوائد وغيره، البحر بين البحر له يعني علامات سواء من الطيور، علامات الشفق، أشياء كثيرة، علامات الجبال البارزة مثلا، هذه كلها من علامات الذي أقرب البحر أو إن اتجاه البحر ليل نهارا وفي الليل هناك النجوم. طبعا بالنسبة للنقل داخل يعني من ميناء إلى ميناء داخل السلطنة، لكن طبعا بالنسبة للخارج الخارج ما يتعدوا ما يعني لا يتعدوا وسط البحر
أيوة. لان هذه ما سفن خفيفه صح، لكن هذه لانك انت تمشي بالمقداف. نعم. احنا نقول نتكلم بالمقداف صح. نعم. اما لما جاءت المكاين وجاءت استخدم المكاين هذه بعيد كل البعد صح. وهناك وحتى ما يعرف يعني الحدود الدوليه والحدود يعني المد القاري لكل دوله. نعم. وهكذا دي موجود يعني وقتنا الحاضر كل شيء محدد. نعم. لكن نتكلم نحن عن وقت يعني ما يتماطى يوصل كثير. نعم. لأن أحيانا يعني السباحة حتى سباحي أو ماشوة صغيرة. نعم. بعض السفن اللي موجود فيها. نعم. تشيلها الريح وتشيلها عن طريق. نعم. التجديد. دكتور أيضا عملت بعض الأبحاث الخاصة بالملاحة البحرية وخاصة يعني كتب. أنا عملت عن أحمد بن ماجد، تتبعت. نعم. كتاب الفوائد والمراحل التي تتحرك السفينة من البصرة حتى تعدي مضيق هرمز، وهناك عملية وعدد الأيام والاتجاهات حسب النجوم ليلا أو نهارا، والظواهر التي هم يروها، العلامات في النهار وهي عن طريق الجبال، عن طريق الشمس، عن طريق الغروب. أما بالليل كانوا يتخذون عن طريق القمر وتتعاون النجوم المعروفة المشهورة المحددة بطوالعها حسب القياسات عند النوخذة الذي أعتقد قد أشرتم في حلقات ماضية لكثير من الدراسات، أو الذين هم أيضا يؤلفون. هناك علامات وهناك مقاسات لكل سفينة، ومقاسات الأرضية ومقاسات المسافة إذا كان بالأصبع أو فيما بعد حينما ابن ماجد دخل البوصلة، وهو يقول أنا أول ما اتخذت البوصلة في الخن في السفينة، وكيف قسم الحركة معه، وأول من حدد قبلة المسلمين وهم في البحر على أي اتجاه في أي منطقة من البحار الهندية، وأيضا يعني يقول أنا مرة كان أخذ أشتغل ونقل سفينة من هرمز إلى جدة بأعجوبة، لأن المخاف في أوقات لا يمكن أن السفينة تمشي في أوقات معينة، فهو دخلها بأعجوبة وصل إلى جدة، لأن جدة عاش فيها بن ماجد وتزوج هناك امرأة عامرية وعاش فيها، ولذلك فترة معينة. هل هو يعني يخرج يوصل إلى البحر ثم يعود إلى جدة؟ هذه شغلته يعني. الرجل كان نبي، كان له مؤلفات عديدة وسجل هذه العلامات، وهي الذي معظم السفن التي تمشي بها. كيف البعد عن القاري، لأنك تخاف إن يعني الجبال التحتية والشعاب التحتية، كيف هو يبتعد عنها المسافات التي يبتعد عنها سفينة تمشي، تقيس المسافة من الجو على حسب الأصبع، يسموها حتى أصبع أو يسموها خاصة بأحمد بن ماجد. هذه نشرناها في مجلة علمية بالمغرب العربي. دكتور، في نهاية هذا اللقاء نشكرك، نشكر الأستاذ المشارك في التاريخ الحديث الدكتور سعيد محمد الهاشمي من كلية الآداب جامعة السلطان قابوس، نشكرك على وقتك الثمين وعلى هذا الجهد الكبير في مجال الدراسات التاريخية وإثراء هذا البرنامج، كما نشكركم جميعا إخوة المستمعين الكرام على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. الصواني. إعداد وتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. إخراج حبيب بن عبد الله حبيب الصواري.
في طريق الخير نزور أنت المعتمد والفرج نادر.